طلبة الصف السادس ابتدائي، ازيكم يا ابنائي؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ النهاردة ان شاء الله هناخد الوحدة الثالثة، درس المعادلات والمتباينات. الدرس الاول استكشاف حل المعادلات الجبرية. تعالوا نشوف يا ولاد، المعادلة طبعا عبارة عن جملة رياضية تتضمن علاقة التساوي بين عبارتين رياضيتين. يعني اقول مثلا 3 اكس بيساوي 12، دي معادلة. ممكن ان انا اوجد قيمة الاكس مباشرة. ازاي؟ 3 اكس بيساوي 12، يعني الاكس بكام؟ 3 في كام ب 12؟ 3 في 4، دي بالنظر. طيب لو انا خدت مثلا معادله تانية وقلت اكس ناقص 1 بيساوي 6، يعني مين العدد لو انا طرحت منه 1 هيعطيني 6؟ العدد ده هو السبعه. يبقى انت دلوقتي بتستكشف المعادلات تقدر تحلها بمجرد النظر. طب معادله تانية يقول لي اكس زائد 8 بتساوي كام يا ولاد؟ 17. تمرين موجود في الكتاب اهو، اكس بيساوي زائد 8 بيساوي 17، يعني مين العدد اللي هزود عليه 8 يديني 17؟ يبقى الاكس بكام؟ ب9. مسائل مباشره. يبقى المعادله عباره عن جمله رياضيه تتضمن علاقه التساوي بين عبارتين رياضيتين. اوجد حل المعادله اكس على 3 بتساوي 6. هنا عشان اجيب قيمه اكس يا ولاد اضرب ال 3 في 6 18، او مين العدد اللي اتقسم على ال 3 يديني 6؟ اللي هو 18. طيب معادلة تانية يقول لي نص اكس بتساوي 6، يعني مين العدد اللي هيتقسم على 2 يعطيني 6، او مين العدد اللي نصه يعطيك 6؟ العدد ده هيكون 12. طيب معادلة تانية يقول لي مثلا 3 زائد اكس بتساوي 7، يبقى الاكس بكام؟ 3 زود عليها كام يديك 7؟ يبقى 3 زائد 4. طيب معادلة كمان يقول لي اكس ناقص 5 بيساوي 11، يعني العدد اللي هطرح منه 5 يعطيني 11، يبقى العدد ده هو 16. اوجد حل المعادلات الآتية اكس زائد 2 اكس زائد 3 بيساوي 9. ازاي نحل المعادلة دي يا ولاد؟ لازم اجمع الحدود متشابهة. اكس زائد 2 اكس هيعطيني 3 اكس زائد 3 بيساوي 9. هنا بتخلص من التلاتة ان انا اضيف المعكوس الجمعي ليها، يعني اقول له 3 اكس زائد 3 ناقص 3 بيساوي 9 ناقص 3. يبقى انا عملت ايه؟ اتخلصت من التلاتة، ضفت المعكوس الجمعي للعدد 3. يبقى عندك 3 اكس زائد 0 بيساوي 9 ناقص 3 ب6، يعني 3 اكس بيساوي 6. طب عشان نجيب قيمة الاكس هنعمل ايه؟ هنقسم على التلاتة، وبالتالي الاكس بيساوي 6 على 3 فهل 2. يبقى عشان احل المعادله لازم اتخلص من العدد المضاف الاول. طيب هنا بيقول لي اوجد مجموعه الحل في نون في الاعداد النسبيه. الاثنين بتنتمي لمين؟ لنون، يعني عدد نسبي، وبالتالي مجموعه الحل هتطلع بكام؟ ب2، لان الاثنين عدد نسبي. تعالوا نشوف معادله ثانيه يا حبايبي. هنا 3 في 2 اكس زائد 3 بتساوي 9، وبيقول لي اوجد مجموعة الحل في نون. هنا ممكن ان انا اقسم مباشرة على المعامل اللي هو 3 اللي بره ده، يبقى 3 هتروح مع ال 3، هيتبقى لي هنا 2 اكس زائد 3 بتساوي 9 على ال 3 تعطيني 3. عشان احل المعادلة دي لازم اتخلص من ال 3 الموجودة، اضيف المعكوس الجمعي ليها، يبقى 2 اكس زائد 3 ناقص 3 بتساوي 3 ناقص 3. 3 ناقص 3 بصفر، يبقى 2 اكس زائد 0 بيساوي 3 ناقص 3 بصفر. يعني معنى الكلام ان 2 اكس هيساوي 0، 2 اكس بيساوي 0 يا ولاد، نقسم على الاتنين، يعني الاكس هتبقى تقول 0 على الاتنين بصفر، يبقى الاكس قيمتها بكام؟ بصفر. فهمتوا كده؟ والصفر طبعا بينتمي لنون، يعني مجموعة الحل هتبقى بكام؟ بصفر، يعني العدد اللي يحقق المعادلة اللي عندي اللي هو الصفر. تعالوا نشوف يا ولاد الوحدة التالتة. الدرس الأول استكشاف حل المتباينات. إزاي نحل المتباينة؟ يعني إيه متباينة أصلا يا ولاد؟ المتباينة عبارة عن جملة رياضية تضمن علاقة التباين بين عبارتين رياضيتين. يعني مثلا لما أقول إكس أكبر من سالب 1، عايز أجيب الأعداد اللي هي أكبر من سالب 1. سالب 1 يا ولاد مين الأكبر منه؟ ها؟ مين الأكبر من السالب 1؟ الصفر. بص كده على خط الأعداد، شايف خط الأعداد ده؟ الأكبر من السالب 1 اللي هو إيه؟ الصفر والواحد والاثنين والتلاتة والأربعة إلى ما لا نهاية. لو قال لي فين؟ في صاد، في الأعداد الصحيحة، تبقى صفر وواحد واثنين وتلاتة إلى ما لا نهاية. طب لو عايز أعملها في نون،
لو قال لك بقى في نون عايز تجيب اكس اكبر من سالب واحد في نون، هتعمل ايه؟ هتيجي عند العدد اللي هو سالب واحد وتعمل عليه دايرة مفتوحة. يبقى علامة اكبر من دي يعني اعمل دايرة مفتوحة، معناها ان الايه السالب واحد مش معايا. طب ليه يا مستر خدت السالب واحد مش سالب صفر؟ لان قال لي نون، والنون معناها اعداد نسبية، يعني يوجد عدد لا نهائي من الاعداد النسبية، يعني قصور العشرية اللي اكبر من سالب واحد معانا. فما يقول لك اوجد في نون لازم تمثلها على خط الاعداد، فهمته؟ لازم تمثلها على ايه؟ على خط الاعداد. طيب لا شايف التمرين ده، بص كده يا حبيبي، لو هو قال لك هنا اكس كانت اكبر من او يساوي سالب 3، دي هتعملها ازاي؟ العلامه دي اسمها اكبر من او يساوي، لان الاكس العلامه بتبص لها، شايفين؟ اكس اكبر من او يساوي ايه؟ سالب 3. ازاي تحلها؟ طبعا لو قال لك فين؟ في نون. عايزين نحل في نون يا اولاد، نعمل ايه؟ هنقوم عاملين خط اعداد كده، وجايين عند مين؟ عند السالب 3 كاتبينها، الاكبر منها سالب 2، الاكبر منها سالب 1، الاكبر منها صفر، 1 وهكذا. اقوم جاي عند السالب 3 وعامل دايره مغلقه كده وموصل ناحيه ايه؟ اليمين. موصل ناحيه ايه يا اولاد؟ اليمين. يبقى انت جبت الاعداد اللي اكبر من السالب 3، مفهومه؟ جبنا الاعداد اللي اكبر من او يساوي سالب 3 الى ما لا نهايه، مشيت ناحيه اليمين. لكن هنا سالب 4 وسالب 5 دي اعداد سالبه، يبقى انت عايز الاكبر من او يساوي سالب 3، بتتحرك ناحيه اليمين على خط الاعداد. تعالوا يا حبايبي ناخد تمارين كتير عشان تبقوا شطار في المتباينات. بص يا حبيبي، لو قلت لك اكس كده، شايفها؟ بص ركز معايا، اكس اقل من 3، هعمل ايه؟ كل اللي هعمله هعمل خط اعداد، لان كل شغلنا دلوقتي في الاعداد النسبيه. لكن لو قال لك في صاد، يعني كنت هجيب الاعداد الاقل من 3 اللي هي الاثنين والواحد والصفر وسالب واحد. لكن لو حدد لك نون لازم تعملها على خط الاعداد. هنا العلامه مش بتبص للاكس، يعني الاكس صغيره، الاكس اقل من 3، هتعمل ايه؟ هتعمل خط الاعداد بتاعك 0 1 2 3 اهو، وهنا سالب واحد وهنا سالب اتنين، هنا الاقل من التلاته، تيجي عند التلاته تعمل دايره مفتوحه. بص يا حبيبي كده، لو هو عندك في هنا علامه يساوي كنا هنقفل الدايره، لكن هنا مفيش فيه علامه يساوي، واعمل دايره ايه؟ مفتوحه عند التلاته، واقوم متحرك ناحيه ايه؟ الشمال، لان دي كلمه ايه؟ اقل، اقوم متحرك شمال كده. يبقى انت كده خلاص مثلتها على خط الاعداد وخلصتها، فهمتها؟ اللي هي الاكس اقل من التلاته. لو قال لي مثلا يا اولاد اكس وعامل علامه كده الناحيه الثانيه وهنا سالب 3، دي معناها ايه؟ الاكس اقل من سالب 3. تقوم عامل خط اعداد كده وعامل عند السالب 3 اهو، هنا سالب 3 وهنا سالب 2، سالب 1، صفر، سالب 4، سالب 5. انت عملت السالب 3، تيجي بقى عند السالب 3 تعمل دايره مفتوحه، لان مفيش علامه يساوي هنا، شايفين؟ مفيش هنا علامه يساوي. يبقى تيجي عند السالب 3 وتعمل دايره مفتوحه. طب الاكس اقل من سالب 3 ولا اكبر؟ ها، العلامه مش بتبص للاكس، لا مش بتبص للاكس، يعني الاكس صغيره، يعني الاكس اقل من سالب 3 هتمشي شمال. يبقى العلامه كانت بتبص للاكس هتمشي ايه؟ ناحيه اليمين. العلامه مخصمه الاكس تبص شمال، تمشي شمال. حبيبي فاهم؟ بص كده واحده كمان اهي. لو انا قلت مساله ثانيه اهي يا اولاد، قلت مثلا اكس اكبر من سالب 4 اهو، اعملها ازاي على خط الاعداد؟ وعمل خط كده وكاتب هنا السالب 4، الاكبر منها على اليمين سالب 3، سالب 2، سالب 1، هنا سالب 5، سالب 6، ادي خط الاعداد اهو. انا عايز اجيب بقى مين يا اولاد؟ عايز اجيب الاكس الاكبر من سالب 4، هعمل ايه؟ تعرف تقول لي؟ هاجي عند السالب ال 4 يا مستر. السالب ال 4 دي هعمل علامه دايره مفتوحه ولا مقفوله؟ ها؟ دايره ايه؟ مفتوحه. ليه يا اولاد؟ لان مفيش علامه يساوي. طب همشي يمين ولا همشي شمال؟ الاكس العلامة بتبص لها ولا مخصماها؟ العلامة بتبص لها، يعني الاكس كبيرة، يبقى همشي ناحية ايه؟ اليمين. دي تقرأ اكس أكبر من سالب 4، بس كده أنت خلصت ايه؟ الرسمة بتاعتها. تعالى شوف معايا كده مسائل كمان. أما أقول لك اكس أكبر من أو يساوي سالب 1، اكس أكبر من أو يساوي سالب 1 يا أولاد، أقوم أعمل إيه يا مستر؟ أعمل خط الأعداد على طول بسرعة. وقوم كاتب السالب واحد هنا على اليمين، صفر واحد اتنين اكبر منه، هنا سالب اتنين، سالب تلاته. هاجي عند السالب واحد يا ولاد، السالب واحد فين؟ حد شايف السالب واحد؟ شفنا السالب واحد اهو. طب هنعمل ايه عند السالب واحد ده؟ دايره مفتوحه ولا مقفوله؟ دايره مقفوله، لان في علامه ايه؟ يساوي. شايف الشرطه اهي؟ دي بتقول لك ايه؟ ان السالب واحد موجود معانا، يبقى هتعمل دايره مقفوله عند ايه؟ عند السالب واحد اهو،
وتقوم متحرك يمين ولا شمال؟ ها العلامة بتبص للإكس ولا مخصماها؟ بتبص لها. طب بتبص للإكس يعني نمشي يمين. إكس كبيرة، أرقام كبيرة، الأرقام إكس دي بتدل على الأرقام الأكبر من أو يساوي سالب واحد. بس كده خلصناها، سهلة جدا. بس دي طريقة تمثيل على خط الأعداد. تعالوا بقى ناخد علامتين مع بعض. بص كده، هنا الإكس أكبر من سالب اتنين ولا أقل؟ ها دي أقل. بيقول لك إيه الفرق بين إكس لما تبقى أقل من سالب اتنين والإكس لما تكون أقل من أو يساوي سالب اتنين؟ إيه الفرق بين دي ودي؟ ها معناها هنا السالب اتنين لا تنتمي لمجموعة الحل، وهنا السالب اتنين تنتمي لمجموعة الحل. يعني من خط أعداد هنا هنيجي عند السالب اتنين نعمل دايرة مفتوحة ونتحرك شمال لأن الإكس أقل من السالب اتنين. طب هنا هعمل عند السالب اتنين دايرة مقفولة واتحرك ناحية الشمال. ده الفرق بين الاتنين يا ولاد. يبقى هنا عملت دايرة مفتوحة لأن مفيش علامة يساوي، هنا عملت دايرة ايه مقفولة لأن في علامة يساوي. طيب ايه الفرق رقم به يا ولاد؟ ده شايفينها اكس اقل من او يساوي سالب اتنين. هنا بيقول لي بقى المرة دي ايه الفرق بين الاكس اقل من او يساوي سالب اتنين والاكس اكبر من او يساوي سالب اتنين؟ نفس الفكرة، هنعمل خط الاعداد كده، نيجي عند السالب اتنين ونعمل الدايرة مقفولة ونتحرك شمال الناحية دي، دي اكس اقل من او يساوي سالب اتنين. طب التانية ايه الفرق بين دي ودي؟ ها هاجي عند السالب اتنين، طب اكبر من او يساوي يعني اعمل دايرة مقفولة عند مين؟ عند السالب اتنين واتحرك ناحية ايه؟ اليمين. كده خلصتها، يبقى في فرق طبعا بينهم. خد بالك انت ماشي كده لحد ما لا نهاية، وماشي كده لحد سالب ما لا نهاية. خلاص؟ طيب رقم ج، ايه الفرق بين اكس بتساوي سالب اتنين واكس اكبر من سالب اتنين؟ اكس بتساوي سالب اتنين دي يا ولاد يعني هتعمل نقطة. يعني لما يقول لك اكس بتساوي اتنين تعمل خط اعداد كده وتيجي عند الاتنين وتعمل لها دايرة مقفولة بس كده، وتحط هنا تلاتة وهنا ايه؟ وهنا واحد اللي هو اللي قبلها. تيجي عند الرقم اللي هو قال لك عليه يساوي تعمل دايرة مظللة بس. طيب الاكس اكبر من سالب اتنين، ها هتعمل ايه؟ هتعمل خط اعداد كده، تيجي عند السالب اتنين على خط الاعداد ده وتعمل الدايرة بتاعتك المفتوحة وتتحرك ناحية اليمين لأن العلامة بتبص لإيه؟ للإكس، يعني إكس أكبر من سالب اتنين. سؤال جميل يا ولاد أهو، جاب لك متباينة وبيقول لك مين في الاختيارات الحل بتاعها. بص يا حبيبي، هنا إكس أقل من تسعة، عايزك تبقى شاطر بقى وتقول معايا. أول واحدة اللي هي ألف دي بيقول لك سالب تسعة. ها صح ولا غلط؟ إكس أقل من تسعة، صح ولا غلط سالب تسعة؟ ها؟ السالب تسعة صح، لأن السالب تسعة أقل. طيب الب ال 10، هل ال 10 دي اقل من 9؟ لا غلط. طيب ج، الصفر، الصفر اقل من كام؟ من مين؟ من ال 9، يبقى صح. طب د، 2 و 4 من 10، ها هل اقل من 9؟ ايوه صح. طيب ه، هل 9 و 1 من 10 اقل من 9؟ هل ال 9 و 1 من 10 اقل؟ لا يبقى غلط. طيب واو، ها شايفين يا ولاد انا بحل المسائل ده اهي. طب سالب 9 من 10، ها أقل من التسعة ولا لأ؟ ها؟ صح، لأن ده عدد سالب والسالب بيبقى أقل من الموجب. طيب زين، شايفين سؤال زين ده؟ بيقول لي 8 وتسعة من عشرة، هعمله تحت هنا يا ولاد أهو زين. شايفين كده؟ ها؟ هعملها هنا يا ولاد زين. هنا بيقول لي 8 وتسعة من عشرة، هل أقل؟ أيوه صح. طب ح، سالب ستة أقل من التسعة؟ أيوه صح، لأن ده عدد سالب. طيب هنا بيقول لي 15، هل 15 أقل من التسعة؟ غلط. تعالوا نكمل مع بعض يا اولاد المحور الثاني في الوحده الثالثه، بتكلم عن المتغيرات التابعه والمستقله. في عندي يا اولاد ثابت ومتغير، بقول مثلا تي بترمز للثمن الكلي للتذاكر، وهنا اقول 6 اللي هو ثمن التذكره، وار عدد التذاكر. لو انا الار كانت بتساوي 1 يبقى انا هدفع كام بقى؟ يعني اشتريت مثلا تذكره واحده يبقى هدفع كام؟ 6 جنيه. طب اشتريت تذكرتين، التذكره الواحده كانت ب 6 جنيه، يبقى ار اللي هي باتنين، اتنين في ستة يديك 12. طب لو انا اشتريت مثلا خمس تذاكر يبقى ار احط مكانها خمسة، يبقى خمسة في ستة بكام؟ ب30. يبقى الثابت هنا تمن التذكرة، والمتغير اللي هو عدد التذاكر الموجودة. هنا بيطالب منك بقول كتابة معادلة، استخدم متغيرات اكس وواي حيث الاكس عامل مستقل. اكتب المعادلة، بيقول لك اضرب في تلاتة ثم اجمع اربعة، اضرب الاكس في تلاتة ثم اجمع لها اربعة، يبقى الواي هتساوي 3x زائد ايه؟ زائد 4. فهمتوا؟ يبقى المتغيرات اللي هي الاكس والواي موجوده في التمرين، الاكس ده عامل مستقل عندي والواي اللي هو الناتج ايه؟ الكلي. يبقى الواي بيساوي 3x زائد 4. قال لك اضرب العدد
او العامل اللي هو الاكس ده المستقل في 3 وزود عليه 4 يبقى 3 اكس زائد 4، ناخد الاختيار ج. التمثيل البياني للمتغيرات التابعه والمستقله، ازاي نمثل بيانيا يا اولاد متغيرات تابعه مستقله؟ هتعمل خطين كده لما تيجي تعمل بيانيه. بص العلاقه اللي احنا كاتبينها دلوقتي اللي هي 3 اكس زائد 4، هنقوم عاملين جدول صغير كده ماشي، هنقوم كاتبين هنا اكس وهنا واي. هتفرض قيم للاكس، تحط مكان الاكس بواحد مثلا، لو عوضنا مكان الاكس بواحد 3 اكس دي معناها 3 في 1 ب 3، 3 و4 7 تطلع 7. طب عوض بصفر، 3 في 0 بصفر، 0 زائد 4 ب 4، نكتب 4. عوض بسالب 1 يبقى 3 في سالب 1 بسالب 3، سالب 3 زائد 4 هيعطيك بايه؟ موجب 1، تقوم كاتب 1 هنا. طب لما نيجي نمثلها بياني بنعمل ايه؟ بنعمل شبكه بيانيه كده، هنا الافقي بيبقى اكس والراس بيبقى واي. الواي عندك هتعمل 1 2 3 4 5 وتكمل بقى لحد ما توصل للرقم مثلا 7 اهو 6 7. وهنا الاكس هتقول مثلا هنا الارقام اللي انت عوضت عنها ترتبها تصاعدي، تقول مثلا سالب 1 وهنا الصفر، الصفر موجود اهو، وفي سالب 1 وايه وفي 1. طيب الاعداد السالب 1 بتبقى فين؟ الناحيه دي على الخط الاعداد اهو سالب 1 وده الصفر وهنا الواحد موجود معانا. وناخد كمان عدد موجب زي الاتنين ونعوض ونشوف، 2 في 3 ب 6، 6 و 4 كام؟ 10. تعال نعوض كده، هنا واحد صورتها هتبقى ب 7، تقف عند الواحد كده كأنك راكب اسانسير تقوم طالع لمين؟ لل7، واخد نقطة كده. طب صفر و 4 تقف عند الصفر وتطلع للايه؟ لل4. طب سالب 1 و 1، سالب 1 و 1 اقف هنا، يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ عملت الشبكة البيانية ومثلت عليها النقط بتاعتي واجيب المسطرة وارسم. طب لو انا عندي علاقة تانية يا اولاد بقول فيها مثلا واي بتساوي 2 اكس ناقص 1، هقوم عامل جدول كده للاكس والواي، انا عايز امثل بياني بقى هنا الاكس وهنا واي، واعمل ايه؟ تلات قيم، اكتب هنا صفر مثلا وهنا 1 وهنا 2. عوض كده مكان الاكس بصفر، 2 في صفر بصفر، صفر ناقص 1 بايه؟ بسالب 1، نقوم كاتبين هنا سالب 1. طب نعوض بواحد، 2 في 1 ب 2، 2 ناقص 1 ب 1. طب نعوض ب 2 هنا، 2 في 2 ب 4، 4 ناقص 1 ب 3. تقوم عامل الشبكة البيانية بتاعتك كده أهو، هتعمل هنا سالب 1 وهنا الصفر وهنا الواحد وهنا الاتنين وهنا الواحد وهنا الاتنين وهنا التلاتة وهنا السالب 1. صفر وسالب 1، الصفر أهو بص كده، هذا الصفر وانزل للسالب 1 هنا أعمل نقطة. 1 1 أقف عند الواحد وأطلع للواحد. 2 واطلع للتلاتة نقط، يبقى عندك تلات نقط ومجاب المسطرة بتاعتك وموصل التلات نقط ببعض. يبقى أنت كده عملت إيه؟ تمثيل بياني بين الإيه؟ الثابت طبعا متغيرات التابعة والمستقل، اللي هي العلاقة الموجودة مثلناها بياني.